المراد بذلك إحراج الرئيس الروسي، لأنه في الوقت الذي يستقبل فيه الزعيم الصيني الذي قدم مبادرة سلام لأوكرانيا، هذه رسالة مزدوجة. الهدف الأول إحراج الرئيس الروسي بوتين، والهدف الثاني قتل المبادرة الصينية في بعدها، لأن النجاح الذي تحقق، وهو كان هناك ترحيب حذر من واشنطن كما استمعنا إلى الجنرال كيربي، بالنسبة للوساطة والضمانة الصينية للاتفاق بين السعودية وإيران، فإن تكررت هذه الاختراقات الدبلوماسية وتحققت على صعيد أوكرانيا، هذا يعني بصريح العبارة اعتراف بأن الصين الآن هي التي ترسم السياسة الإقليمية على ساحتين دوليتين، هي الشرق الأوسط وأوروبا، مما يعني تغيير النظام العالم الجديد. وهو لا يخفي سرا، وردت قضية التعامل مع عالم وخلق عالم متعدد القطبية على لسان الزعيمين الروسي والصيني، فأكيد هذه الرسائل يريد بشكل أو بآخر أن توجهها كييف وليست واشنطن، لتفادي الحرج والاحتكاك مع الصينيين إلى درجة أقل مع الروس. ولكن زيلينسكي هو قال منذ البداية رفض التوصيات التي علانية تقدمت بها البنتاغون بأنه عليك أن تتراجع وتنسحب من باخموت، رفض ذلك، فهو يشير وكأنه يعني قادر على التحدي وقادر أيضا على الاعتماد على ذاته وعلى قدراته العسكرية، بالرغم من أنها كلها بدعم استخباري وتسليحي مباشر من الناتو وتحديدا واشنطن. وهو أيضا في موضوع القرن يريد أن يقول علانية القرار قرار أوكراني وليس أمريكي، وأنا أستطيع أن أهاجم القرن متى أردت وكيفما أردت وفي هذا التوقيت. الآن هل زيلينسكي بالشجاعة وبالقوة السياسية أن يتخذ هذا القرار منفردا؟ أستبعد ذلك.